السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمثل الهليون أحد أنواع الخضروات التي تزخر بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، إذ بغناه على مستوى الفولات فهو يساعد على الوقاية من السكتة الدماغية، أما باحتوائه على كميات مهمة من الفيتامين كاف فهو يعزز سلامة العظام. وأخيراً ما يهم السكري، فمؤشره وحمله الجلايسيميان المنخفضان يدرجانه ضمن الخضروات المفيدة لمرضى الداء. من أجل هذا، فإن كنت تعاني من السكري وترغب في الاستفادة من الهليون، فينصح بتناول أنصتين إلى ثلاث منه، أي حوالي 100 غرام خلال حصة واحدة في اليوم. وختاماً لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول الهليون، وإلى موضوع قادم إن شاء الله. دمت ومن تحب بصحة وعافية.